السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس الجديد البسيط. عندنا مراجعة للمرشحات، عندنا المرشحات والمهمات للصف الأول المتوسط. لو نشوف هنا طبعا راح نراجع كتاب ونشاط. أوكي، خليكم وياي. أوكي، لو نشوف هنا، خلينا باليونت الأول نشوف الكتاب. طبعا عندك هنا هاي تقرأها بشكل سريع، ريتشارد إميراك. أعطيكم المهمات هنا، زين حاول تقراها، تمر عليها مر الكرام كذا كذا. زين عندك هاي ظروف التكرار، المضارع البسيط هنا، سبيشال داي. زين ها ليتر فروم استراليا، هذه مهمه دير بالك، هاي جدا مهمه، دير بالك تجي بالامتحان. زين تمام. بعد ايش عندك؟ صديقي طائر الخطاب خاف عليه، اكو اسئله. تمام زين، نروح للنشاط. شنو اللي بي النشاط؟ طبعا ذني الكلمات تحفظ ليها، صفحه 6، فانتاستيك هيوج كذا كذا. تقدر ترجع للدروس السابقه وتشوف. زين عندك هنا ترتيب، خاف تجيك ترتيب، اعاده ترتيب هاي الجمله وشون ترتبها، جمله مخربطه وانت تحاول تسويها. زين مهمة كلش هذه، طبعا نعطيك الفعل المضارع ويريد الماضي، هاي مهمة، الأفعال الشاذة والأفعال المنتظمة. تمام، هذا التمرين جدا مهم، هذا صفحة 9، هذا مهم دير بالك، هذا أيضا مهم، ركز لي عليه. زين هذا أيضا مهم، هذا اليورس والهاي شو اسمه اليور والماين والكذا كذا، هذه دير بالك عليه، هذا مهم. زين بعد ايش عندك؟ ايش عندك هنا؟ خلينا نشوف ايش عندك بعد. هذا مهم، خاف يجيك، دير بالك هنا راح يجيب لك الفعل وانت شلون تخليه، او يقول لك حط وياه مثلا ظروف التكرار وهكذا. اوكي زين. اوكي بعد ايش عندك؟ ايش عندك بعد؟ كذا كذا، هذه ها هذه مهمه جدا، هاي تجي اسئله على القطع، صفحه 17. طبعا هنا على هنا عندك هذا احمد والعائله مالته كذا كذا، هذه طبعا جدا مهمه دير بالك عليها. رساله من استراليا، خاف هذه كمراجعه بس المهمه هذيك قلت لك عليها. اوكي حروف مفقوده، عندك الحروف المفقوده هذه لازم تجي. اوكي هنا عندك البت، الربط ببت وor وand، هاي مهمة طبعا بالجمل، هذا جدا مهم، شلون يجيب لك هاي الأداة، يجيب لك جملتين يقول لك اربط لي بيناتهم. عندك هاي القصة مال الخطاف، خاف عليها true false، أيضا تجي. أوكي زين تمام. إضافة إلى هسه هذا اليونت الأول، شنو اللي تقول بي؟ مثلا عندك هنا مراجعة، يعني الأشياء المهمة، مثلا عندك مضارع بسيط والظروف، ظروف التكرار شلون تسويها، فشي مهم. تمام زين، لأن هو هذا المضارع البسيط يعني من أساسيات الإنجليزية. عندك اليونت الثاني، طبعا هذا الطقس وكلمات تدل على الطقس، الحار والبارد وهذه وهكذا. تمام هنا مستقبل، هنا على الطقس، توقعات الطقس كذا كذا، كل طقس شبيه. عندك هنا الشهور، جانيوري فبروري كذا، هذه هاي خاف أسئلة تجي. زين التاريخ، شلون تكتب التاريخ، هاي تذكر الاول الثاني كذا، هذه خاف تجي. زين هذه طبعا ياسر، وهذا الولد الاجنبي اللي جاي، انشاء عيد الفطر. طبعا انت عندك انشاء باليونت الاول، انشاء باليونت الثاني. زين بعد ايش عندك؟ هذه كذا كذا الى اخره. زين قبل ما نروح على الثالث، خل نروح على الثاني بالنشاط. كلمات تخص الطقس مثل ما قلنا هنا كذا كذا، هنا الوينتر شبي، السمر شبي الى اخره. تمام ها هاي مهمه، سان ساني، جيب لك سان ساني، رين ريني، او ويند ويندي، وياي دير بالك هنا. اوكي فهذه اضافات. زين بعد ايش عندك؟ بعد نشوف هنا، بعد ايش عندك؟ ها الشهور، ما شهور. زين هذه خاف تجي، يعني مثلا خاف تجي مثلا هاي الاسئله، طبعا انا يعني حالها تقدر يعني ترجع لها. اوكي زين هذه خاف تجي، هذا طبعا هذا يعني مثلا يجيب لك ان انجلاند كذا كذا، هذه يعني هذه سنوز، او مثلا
في نهاية رمضان نحن نكسر الصوم أو يعني نفطر، بمعنى نفطر. زين، الشهر الخامس من وين مي وهكذا، يعني دير بالك هاي، خاف يجيب لك من عندها، يعني يجيب لك هاي الجملة وهو يعني هاي. طبعا أكو مدرسين يحلوها، أكو مدرسين لا، حسب المدرس. جاب لك هذا مهم، هاي رقم واحد شنو هذا؟ فيرست، يا الفيرست هذا مثلا، الثاني سكند هذا، فهذا يعني مختصر، وهي كتابة كاملة، خاف يجيبه. يعني واحد يعني شلون فراغ فوق فراغ، فين هذا جاب لك هذا فيرست، جاب لك سكند فراغ، انطاك فراغ، لازم انت حافظ هذا ويا هذا، هذا ويا ثالث، هذا الثالث، وهكذا وهكذا والى اخره، مفهوم. زين، كل شهر مثلا ايش قد عدد ايامه؟ جانيوري كم يوم؟ فبروري كم يوم؟ هاي عدد الايام بالنسبه لي الشهور، شهور السنه. او خاف يجيب لك اياها بالتسلسل، جانيوري فبروري. كتابه التاريخ مثلا، هذا جاب لك هذا، يقول لك اكتب لي اياه، جاب لك رقم اكتب لي اياه، شلون تكتب التاريخ؟ تمام. زين زين، ايش عندك بعد؟ كذا كذا، ها ديفرنت سكول، طبعا هذا حل، هذا مهم منه على يعني ياسر هذا الولد، وهذا سايمون، ياسر وسايمون، اوكي. وايضا عندك تنقيط، دير بالك خاف تجيك تنقيط مثلا جمله، ويعني خلي بها الحروف الكبيره وهكذا، تمام. كلمات هنا مهمه، الشهور، كلمات الطقس وهكذا، هذا اللي المهم. مات. زين، بعد ايش عندك؟ انشاء عيد الفطر، خاف يجيب لك اياه انشاء، وهنا عندك يعني انشاء باليونت الاول، انشاء باليونت الثاني، وتز رمضان، هاي خاف تجي اركز عليها. زين، بس هو اكثر شيء تجي يعني يجي انشاء. زين، هذه هم دير بالك عليها. ايش عندك هنا؟ ها ترتيب مثلا جملة مخربطة، كلمات مخربطة، وانت لازم يعني تسويها بال يعني بالشكل الصحيح. ترتيب اختيارات always كذا كذا، هذا التمرين صفحة 38 على هاي اليوم في لندن، هاي ياسر وهالة كذا كذا، خاف تجي عليها أسئلة، فأنت دير بالك. نروح على اليونت الثالث، موضوع أكثر شيء موضوع قواعد، اللي هو المضارع التام present perfect، أوكي، شلون تضبط المضارع التام، أوكي، جماعة الهاز والهاف زائد تصريف ثالث للفعل، تمام. عندك هذني بعد بعد was the matter، زين بعد هذه هذه ثعلب كذا، خاف اجي انشاء هنا، زين تمام. هذه خاف اسئلة عليها، هذه الدب الذي ليس دبا، هاي البنات الخايفات، نشوف هنا يونت الثالث، شوف هذا ايضا، هنا عندك الافعال، وهنا الماضي، وهنا التصريف الثالث، فانت هم لازم بس اكثر تركيز على التصريف الثالث، افعال شاذة وغير شاذة، فهذا مهم. زين، هذا خاف يجيبك الصوت، يعني شنو الصوت؟ الايدي جته ايدي وهكذا. هذا خاف يجي بين قوسين، هذا مثلا جتك هاي الجملة وهاي بين قوسين، من قوسين خلى لك هنا، هسه تخيل هذا فراغ وجاب لك بين قوسين وخلى لك هذه ايت، فانت ايش تخليها؟ وجاب لك بي بي مثلا تصريف ثالث، مش شفت الهاز هاز هاف، اوكي هاي تخليه تصريف ثالث بالفعل، تمام. زين، هذه خاف تجي توصيل، يعني مثلا lay the table، يعد المنضدة، أو sweep the floor، make the bed، هذه تجي توصيل، دير بالك، يعني كلمة ويا كلمة، wash the dish، يغسل الصحون، يرتب الغرفة، هذه تجي ترتيب. زين، بعد بعد كذا كذا، ايش عندنا بعد؟ خلينا نشوف. زين، هذا خاف خاف التمرين هذا يجي هم مركز عليه. زين، كلمات ذني مهمة طبعا هنا، يعني دير بالك كحفظ كمعاني. هذه مرادفات، مرادفات هذه مثلا giggled laughed كذا patiently، هاي مهمة بال كمرادف، كل وحدة وشنو معناها. زين، هاي الهنجري الثعلب الجائع، وعندك هاي ظروف الحال إضافة ly، اوكي شلون تضيف ly، اوكي بشكل صحيح، نبات الواي تحوله الى اي وضيف ال واي وهكذا، تمام. زين، بعد ايش عندك؟ ها
راجعة يعني خاف هاي التمارين، هذه التمارين تجيبك تجيب لك اياها ايضا. ايضا هاي على الدب الذي ليس دبا ذن البنات الخائفات، اوكي وهكذا. اوكي اعزائي، هاي الامور المهمه اللي حبيت اقول لكم. طبعا اليونت الرابع خاف يعني اكو قسم نوبات مدخليه ما مدخليه، اذا بقى وقت يعني اوكي، بس هو يعني حسب يعني حسب بعض القرارات اللي تجي، لان هو هذا مو وزاري. اوكي نوبات اليونت الرابع داخل، نوبات ما داخل حسب، بس هو مهما يكون مراجعه. اوكي اعزائي، اتمنى الشرح راق لكم. هاي المهمات والمرشحات اللي ممكن تجي بالامتحان، ركزوا عليها واتمنى لكم النجاح. كان ياكم استاذ حسين حبيب عباس، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.